يلا نشوف شكون راح يشارك معنا اليوم في تاكسي المربوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين تروحوا؟ سيدي عاشور. مرحبا بكم في تاكسي المربوح. يعيشك. وصلكم باطل سيدي عاشور وتلعبوا معنا في تاكسي. يعيشك. داكور؟ إن شاء الله. ما شاء الله. مرحبا بكم مرة ثانية. يعيشك. راح نطرح عليكم 6 أسئلة. تقدروا تربحوا بهم حتى 20,000 دينار. وين فين تشوفوا تاكسي شتوها ديجا؟ هاي هي ما شاء الله. عرفونا بنفسكم. أنا سلمى. إيه. إتيديانت في ما شاء الله. دونك ديز إتيديانت. منين نروح سيدي عاشور منا ولا نكمل؟ منا 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 داكور هذه ما نعرفش انا بزاف عندنا باء معليش المهم نبداو على بركة الله بالسؤال الأول اللي يقول ما اسم وحدة قياس الصوت؟ سؤال سهل سؤال سهل عليه 2000 دينار وحدة قياس الصوت نعم وحدة قياس الصوت صافي هنا ما عندكمش طرق المساعده يعني لازم تكلوا على روحتكم والسؤال راهو سهل يعني مع ولا صعيب سهل وصعيب يلا راكم دي ستوديون واش من سبيسياليتي قلتي لي انا سيونس مان وانت الاخت دروا داكور دونك ما كنش في يعني دي في شعب يعني علمية تكون عندك فكرة حتى فكرة ما كانش فكرة واش ندير نروحو لسؤال آخر ما عندكمش فكرة والو كاش جواب تأكدين تروح لنا 2000 دينار هكذاك برك ما كانش فكرة والو معليش وحدة قياس الصوت هي ديسيبال ديسيبال سمعوا به ديسيبال نو لا معليش خدينا معلومه سي با غراف نروحوا للسؤال الثاني اللي يقول ما اسم البحر الفاصل بين تركيا واليونان هل هو البحر الابيض المتوسط ام البحر الاحمر ام بحر اي جي كما اسمه بالفرنسيه ولا اي جي اي جي تما تركي اي جي بنت لي تركي قالت لك اي جي اها إيجي هذا اسم تركي. ما إيجي. وكم شنديرو؟ إيجي. نأخذو إيجي. جواب نهائي. جواب صحيح برافو. إذا يا موفق يلا معليش. تعطلنا في السؤال الأول لكن هنا وناري كبيري في سؤال تاني. 2000 دينار حظكم حتى الآن. وش بيكم أكسر؟ من الحمد. غلبكم رمضان. خمسة ثلاثة. لا سيبو خلاص. ما دام بقدينا ندو دراهم خلاص. عاوي. السؤال الثالث اللي عندكم فيه طرق المساعدة دونك تقدروا تستعملوا لي جوكر تاعكم سواء الاتصال ولا توقفت تسقسوا الناس برا السؤال الثالث يقول ما اللون المتواجد في اكثر من 77% من اعلام الدول يعني اللون السائد في اعلام الدول اللون الاكثر استعمالا عندنا ثلاث اختيارات الأحمر الأزرق أم الأخضر الأحمر متأكدين عندكم المعلومة ديجا ولا لا بسكي بالأحمر إيه أحمر اللون الأحمر استعملوا الجوكر متأكدين أخذوا الجواب مباشرة اللون الأحمر أنا نظن أنكم تسرعتوا في الجواب وقلتوا الأحمر والجواب كان لون الأحمر برافو ما شاء الله يلا الجواب الثالث كان صحيح وعندكم الآن 5,000 دينار 3,000 دينار ربحتوها بفضل سؤال الثالث يقول لك اللون الأحمر هو في المرتبة الأولى حيث استخدم في 148 علما يعني بنسبة 77%
وأكيد يرمز إلى البطولة أو التضحية أو الدماء في بعض البلدان والشهداء عادي. صح، نروحوا للسؤال الرابع. دائما ما استعملناش لي جوكر تاعنا الحاجة المليحة، ما زال طرق المساعدة و 5000 دينار في حوزتنا حتى الآن. السؤال الرابع يقول: ما معنى الكلالة في القرآن الكريم؟ ما معنى الكلالة في القرآن الكريم؟ سؤال ربما صعب شوية، إذا ما عندكمش فكرة مشكلة، ممكن تستعملوا الهاتف. يلا شنو برك تفكروا مليح لما تعيطوا، واحد اللي تضمنوا باللي عنده الإجابة. والسؤال الرابع هذا اللي عليه 3000 دينار إضافية راه هي تساعدك فيه. ميراد ديري أو بارلور باش نسمع تاني جواب معك باش ما ميراد ميراد ورد كيما نقولوا احنا، يعني الكلالة معناتها الميراث صح؟ ميراد ميراد ميراد. ما عندكش إجابة واضحة؟ وما عندوش واش؟ أصل في الميراث. يعني ما كيفاش وش تقصدي بما عندوش أصل في الميراث؟ يعني حق يورث. هو اللي ما عندوش حق يورث ولا ما عندوش كون يورثه؟ يعني كما نقولوا احنا ما عندوش أصل، يعني ما عندوش كما نقولوا احنا بالفرنسي إكس. دونك سي ان انفون إكس. دونك ما عندوش ولادو ولا ما عندوش باباه ولا النسب ديالو مش باين ولا سي كوا. داكور، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه مدام. عليك الصحه، بارك الله فيك. دونك نعاودو نركبوا الفكره تاعها ونحاولوا نلقاو الجواب. يلا، ما معنى الكلاله؟ هما مجهول الاصل، مجهول النسب، مجهول النسب، ما عندوش كون يورث. هذا هو الجواب النهائي ديالكم. يلا كون جيبوه صحيح نطلعوا 8000 دينار. الكلالة في القرآن الكريم هو الميت الذي ليس له وارث من أصوله. والجواب صحيح، برافو ما شاء الله. كانت عندها الفكرة لكن ملخبطة بعض الشيء. هو يعني ما عندوش اللي ورثه من فروعه، يعني ما كان عنده لا أب لا أبناء، لا، هذا هو اللي يقول الكلالة. هذه هي، ما شاء الله 8000 دينار بحوزتكم حتى الآن. نروحوا للسؤال الخامس اللي عليه 5000 دينار، نجيبوه صحيح نطلعوا 13000 دينار. يلا السؤال الخامس مباشر، سواء سهل ولا صعب دروش تعرف، نجيب يكون عندكم فكرة ينجم لا. ما هي عاصمة فنزويلا؟ عواصم دول لازم نعرفوهم، عواصم دول. لا، ما هي عاصمة فنزويلا؟ عاصمة معروفة يعني، كاينة فكرة ولا لا؟ ما كانش فكرة. عندنا جوكر، نقدر نتوقف وتروحوا تسقسوا كشهدوا لي فيو ولا حاجة هم يعرفوا العواصم، ايش رايكم؟ سقسوا أكبر عدد ممكن، نجروا. عندكم دقيقة، راح نوقف لكم هيك الأمام شوية، عندكم دقيقة باش تلقاو لنا الجواب الصحيح. عندي جا لي دو جون هادو ما تقدروا تسقسيوهم، عندكم تاني لي فيو هيكات. نعطيك الميكروفون تفضلي وقربي الميكروفون عند ما يتكلم، افتحي الباب مليح برك. فوالا، السلام عليكم.
احنا في حصه تاع تاكسي المربوح وسقسنا كيستيون باه نجاوبوا عليها. ما هي عاصمه فنزويلا؟ كاراكاس. سير سير كاراكاس. كاراكاس كاراكاس. ميرسي. ما هي عاصمة فنزويلا؟ فنزويلا. لا فنزويلا. كاراكاس. كاراكاس. شوف فيها جواب. نورمالمون. أبا. مدبينا. شكون اللي قالكم؟ انت عطيتهم جواب. انت عطيتهم لا ريبونس. مع الاول ما عطاكمش لا ريبونس. لا سي سي من الاول عطاكم لا ريبونس. تاع سيور من وزدتو سقسيتو سي صح. ما عرفوش واش نديرو. نديرو ثقه في نقولو كاراكاس. كاراكاس جواب نهائي. جواب صحيح. برافو ما شاء الله. 4000 دينار اضافيه. سلام. ما شاء الله 12000 دينار بحوزتكم حتى الان. كان عندنا 8000 دينار والسؤال هذا عليه 4000. نروحوا للسؤال السادس والاخير اللي عليه 6000 دينار. ما هو الاسم الرسمي الاول الذي تم اطلاقه على بطولة كأس العالم؟ يعني عندما تم اطلاق بطولة كأس العالم لاول مرة اللي كانت 1930 وش كان اسمها؟ كأس ماذا؟ سؤال صعب اكيد نستعرف. عندكم حاجة انه نقدر نتوقف تروحوا تسقسوا ولا طولكم جواب صحيح 6000 دينار هذوك تقسموها معاه. هاو اذا ما كانش عندكم 12000 دينار دون تو لي كا رابحين في الطاكسي المربوح. سقسيو سقسيو واي سي تساريتي كلكو بار نافونسيو شويه لقدام. نظن ما ديتكمش كاع لا ديستيناسيون. وين جايه هديه يا عثمان؟ سيدي عاشور. سيدي عاشور نهضر تبارك. كربحنا سي بون. كربحتو سي بون. تاخذوا طاكسي وحدكم ماشي ميم با بار بلاص دركا. نبدلوا الوجهه. بدو الوجهه للمارشي للسوق ياك. اكيد اكيد سيرتو يوم البنات تحبوا الشوبينغ. نتوقفوا داكور ناخذوا جوكر الثالث والاخير. يلا نحبس الهيكات راه كاين شويه لسباس وكاين شويه لي بيتون ماشيين رايحين جايين ربما بالك ولعل. انا نظن انكم تسقسوا لي فيو احسن ما اه بار اكزومبل فيو هذا اللي راهو جاي بالك بالك الله ولا الاسم الرسمي الاول الذي اطلق على بطولة كاس العالم. يلا عندكم دقيقه تفضل. كاس العالم يا وراح. السلام عليكم. نسقسيك بركة رانا في حصه وسقسونا سؤال قالوا لنا وش هو الاسم اللي اطلق على كاس العالم اول اسم اطلق على كاس العالم. لا سلام. ولا كان في بلاصه كاس العالم كان كاين اسم واضح لاسعار الكاكاو لك شيكا الو واش درنا؟ ما كانش لا ريبونس والو. يابا 12000 دينار بحوزتكم نقول لكم مبروك عليكم 12000 دينار. ميرسي. الجواب كان جون ريمي. هذا هو الاسم الاول اللي كان اطلق على كاس ولا بطوله العالم لكره القدم. علاش قضينا معلومه. معلومه جديده. 12000 دينار اي مش حاجه سهله. يلا نسلم لكم مبلغ 12000 دينار. قسموهم ولا كيفاش ديروا؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة تفضل. ألف مبروك يعطيكم الصحة ثقافتكم العامة الله يبارك ما شاء الله. حقيقة الأسئلة كانت صعبة مش من حقكم لكن مع هكذا تقدروا تربحوا 12000. تفضلوا قولوا كلمة للمشاهدين أمام الكاميرا.
يلا نزيد لكم عصير مقدم من طرف شركة رامي، تفضلوا هاك باش تجوزوا بيه مع الفطور ايتو. مبروك عليكم ال 12 ألف دينار. كانت اكسبيريونس ملاحة وميرسي على كلش، وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. كيف كيف كانت اكسبيريونس ملاحة، وان شاء الله حتى انتم يجي نهار وتلعبوا، وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. مبروك عليكم. واش حديروا بهم ما قلتوا ليش؟ شوفين بينا ولا شوفين 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 خطرني. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو، الله يبارك ما شاء الله. دونك طالبات هذو قدروا يربحوا معنا هنا من ولاية عنابة مبلغ 12000 دينار بفضل الجواب على بعض الأسئلة، خاصة لي جوكر اللي استعملوهم لي دو جوكر كانوا عاونوهم باش يلحقوا لهاد المبلغ. راحوا باليكم نتوما تاني، نقول لكم صحة فطوركم صحة شربتكم.